ايه الكلام السخيف والمستفز ده؟ يعني زعلان عليهم قوي يا سويرس ومش زعلان من اللي بيحصل لأهلنا اللي بيتعرضوا لعقاب جماعي ومحاولة لإنهاء حياتهم بشكل كامل؟ لأ، لازم تكون في وقفة لسويرس علشان يبطل الكلام ده. ايه الكلام اللي قاله سويرس واللي استفز الناس؟ وايه رد فعل الناس عليه؟ كل ده وأكتر هتعرفه في التقرير ده من 5 بالعربي. من الأمور اللي بقت معروفة في مصر إن رجل الأعمال الشهير نجيب سويرس دايماً مواقفه بتكون مختلفة عن القناعات السائدة عند الناس، وده بيخليه محط اهتمام كتير من المواطنين، غير إنه بيدخله في مبارزات كبيرة مع نشطاء تويتر. لكن الحقيقة المرة دي موقفه مستفز لكل الناس ومرفوض من كل رواد مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى الناس العاديين، وده بسبب موقفه من الأزمة المتصاعدة في المنطقة من يوم 7 أكتوبر اللي فات. الموقف المستفز ده عبر عنه سويرس في تعليقه على صورة انتشرت على تويتر فيها مجندات جيش ولاد العم اللي رحلوا عن علمنا من ساعة ما الصراع بدأ يوم 7 أكتوبر اللي فات. ودافع سويرس عن المجندات دول وكتب تعليق في تغريدة ليه على منصة إكس قال فيها تويت غير إنساني والتشفي صفة دنيئة ونشر صور الراحلين كمان بلوك. ده طبعا أثار غضب الناس، يعني سويرس زعلان علشان صورة انتشرت لناس المفروض انهم عسكريين ورحلوا عن علمنا في مواجهة عسكرية رغم انها مش متكافئة بين الطرفين، وفي نفس الوقت بيتجاهل ان في اكتر من 10,000 انسان رحلوا عن علمنا، اكتر من نصهم من النساء والصغار بسبب الجيش ده. يعني بعد مرور اكتر من 34 يوم من الحملة الخطيرة دي واللي بتحصل ضد اهالي القطاع، ده مش كافي علشان سويرس وغيره يغيروا رأيهم ويدعموا وقف المواجهات؟ ده كان رأي بعض المغردين على إكس، في حين علق تانيين على كلامه ودفعوا عنه وقالوا إن سويرس مش بيبرر الانتهاكات اللي بيمارسها جيش ولاد العم ولا حاجة، بل على العكس هو من أكتر الناس اللي بتطالب بوقف الاشتباكات، لكن موقفه ده نابع من رؤية إنسانية للموضوع، لأنه ما ينفعش يكون في تبرير أو تعاطف مع أي انتهاكات لحقوق الإنسان أو حتى تجاوزات في حق البشر، خصوصاً إن الصور اللي انتشرت دي لناس رحلوا عن عالمنا خلاص وبقوا في عالم تاني. أياً كان موقف سويرس فهو مش هيغير من حقيقة الأوضاع اللي بيعيشها القطاع، وإن في ملايين من الناس المحاصرين في القطاع بيتعرضوا لعملية وحشية بتستهدف القضاء على أكبر عدد منهم من غير أي هدف غير القضاء على الناس دي أو تصفية قضيتهم عن طريق دفعهم للهروب من أرضهم. فهل أنت شايف موقف سويرس ده صحيح بالنسبة لخطورة الأزمة الحالية؟